يعني مكسبين خارج ملعبه وداخل ملعبه، بداية تعتبر جيدة لمدير فني جديد. أي جهاز بيجي أو أي مدير فني جديد بيجي بيحب ياخد الانطباع الأولاني بمكسب عشان بس مكسب الناس. بره وجوه يعتبر جيدة جدا. يعني انت بتلعب في بطولة افريقيا وبتلعب في فرقة من شمال افريقيا، فاعتقد المكسب رايح جاي، ده بداية جيدة جدا جدا يعني. طبعا بداية جيدة جدا، والجمهور بياخد الانطباع الأولاني صحيح بشكل كويس، صحيح، ولكن طبعا لسه ما دخلناش في المعمعة الكبيرة، لكن فوز مستحق في مجموع المباراتين، واضح جدا الفروق سواء في الماتش الأولاني أو النهاردة. رغم النهاردة في تباين في الأداء على مستوى الشوطين وعلى مستوى حتى الشوط الواحد في الفترات أي بتاعته، بعض الفترات ما فيش انتظام في شكل اللعب. يعني الشوط الاولاني حماسي جدا جدا جدا، وصحيح جبنا جونين، لكن الحماس طاغي على التفكير. الحماس مهم، والروح بتبقى عاليه مهم، والالتحامات القويه مهمه، كل ده مهم في كره القدم، ولكن الاول التفكير والعقل. زي ما اتكلمنا كلنا على علي معلول، رغم ممكن يكون من اقل اللعيبه مثلا في الالتحامات، فمن اقل اللعيبه في كميات الجري، بس مش كميات الجري الغير مش الطاغيه، المهم أي ولكن بيلعب بمخ بمخه. مظبوط يعني كل تصرف منه صعب يخطأ فيه، مظبوط بيعمل كره عرضيه، بيباصي حتى في التمريرات الصغيره عشان ياخد بيها انتباه، يجمع مجموعة لعيبة من الفرقة التانية وياخد بيها انتباه، ثم يغير ينقل الكرة. ينقل مظبوط الكرة الناحية التانية. سهل، امتى بيقف، امتى بيعملها، بيشيلها للناس اللي فبيفكر، ودي مهمة جدا. يعني بجانب طبعا العناصر الأخرى من زي ما قلنا الالتحامات، القوة، سرعة الأداء، الجري، كميات الجري، كل ده مهم طبعا، لكن التفكير، لأن لعبة كرة القدم لعبة رغم ان هي تجمع كل الكلام اللي احنا قلناه ده، أذهان ولكن وأبدان، ايه؟ أذهان أبدان. صح، اذهان صح. ابدان، يعني طبعا مسلسل هو حلو قوي، اللي بيتكلم على أسامة. ما شاء الله مسلسل والله ده اللي بيتكلم، لا هي كرة القدم لا يعني أذهان وبعدين أبدان. يعني كل الكلام اللي بيتكلم عليه أسامة هو اتقال عليه في الكلمتين دول بس. اذهان وأبدان. والله ده عبقري برضه انت. لا ولا حاجة عبقري ولا حاجة. فالتباين كان في الشوطين. الشوط الثاني اللعب بقى فيه حاجات احلى شويه من الشوط الاولاني، ولكن ليه انا سمعتك اهو. اولا الفرق الهدفين، الفرقه الثانيه ابتدت تطلع لقدام وفتحت الخطوط، ابتدى يحصل يأس عندهم. التغييرات بعد التغييرات طبعا التغييرات اللي حصلت، مفيش شك ان نزول قفشه والشحات وشادي عملوا حركه، حتى قفشه في 3 4 لعبات ودى الناس للجون كم مره، يعني مره لشادي، مره لحسين الشحات، مره مجرد بس اللي كنا لسه بنتكلم فيه اللي علق عليها بالاذان برضه، عشان بيفكر بيشوف الراجل فين وبيحط له الكره بسهوله. فكل الحاجات العوامل دي امكانيه التنفيذ وكل الحاجات ديت خلت فيه بعض الالعاب بقى شكلها حلو. طبعا باضافه كمان الهدف الثالث بدري في الدقيقه 56، يعني بعد 9 دقائق من الشوط او 10 دقائق من الشوط الثاني، فخلاص بقت النتيجه 3، صعب الامور على فرقه الاتحاد المنستيري، فالخطوط اتفتحت واللعب بقى مفتوح للفرقتين. حتى هم يمكن اكتر فتره وصلوا فيها لمرمى الشناوي في الثلاث اشواط، ايوه اخر شويه بعد 3-0، بعد 3-0 وصلوا مرتين ثلاثه لاوكراني اللي هو عبد الحميد الاوكراني ده رقم 18، واحده بدماغه، بعدين تسديده من رقم 5 جنب العارضه، وواحده ثانيه يعني. وفي عندهم برضو لعيب اللي هو هيكل الشخاوي دوت، مع لعيب كويس اللي هو 28 لاشول ده، ورقم 11 برضو اعتقد الاول برضو الاشول كده ناحيه اليمين، يعني عملوا حركه شويه. لكن بص يا كابتن، دي حاله من ضمن الحالات اتكلم عليها، ده اعتقد علي معلول، كان داخل للعمق بالظبط، واضح ان هي كانت هجمه مرتده واتلعبت لشريف وسبق
دي اللي شريف جه رقص اتقطعت. ايوه اللي خدها جه رقص في 18. ايوه شريف حاول يرقص رقم 5 اللي هو أطارة اتقطعت منه الكرة. كرة زيادة يعني. كان المفروض هو يكمل على طول. يكمل مظبوط. يا إما ياخد ضربة جزاء يا إما، لكن هو وقف بيها. فدي برضو من الحالات اللي حب يلم على السبتة وبعدين يروح، بس هي ما مشيتش معاه. مظبوط. فالشوط الثاني قلنا بالتغييرات بالنتيجة الكبيرة اللي حصلت بعد دقايق من الشوط الثاني 3-0 الماتش اتفتح والخطوط بقت سهل. بس احنا كلنا اتفقنا انه كان ممكن ندوس اكتر عشان نجيب اهداف، كان سهل نزود الاهداف. دي برضو حاله ثانيه من ضمن الحالات. الشوط كان التحرك 9 ايوه بالظبط كده 9 عبد القادر. كان احمد عبد القادر سافيو اللي هناك ده طاهر اللي هناك طاهر الناحيه اللي بيجي الثانيه صح كده ايوه طاهر كان طاهر الافضل ان هو ياخدها. كان ممكن يلعبها لطاهر. هو اتحرك كويس خد القرار هنا وسام بس هو عشان خد بالظبط. برافو عليك كابتن علاء. هو خد القرار ان يلعبها لشريف اتقطعت تقريبا ايوه كانت ممكن تتلعب الناحيه الثانيه لطاهر. بس هو برضو قرار ان تتلعب لشريف هو قرار جيد برضه يعني كان رايح لمساحه للجون على طول. لو راحت هيروح للجون. لا ما هي دي اللي شريف شاطها شاطها بشماله. دي على فكره من خلي بالك من احلى الالعاب اللي لعبها شريف في طول الماتش. تحرك كويس قوي تحرك. لا والقرار بتاع التسديد بالشمال طبعا مش عندنا الحاله متحركه يعني لكن دي عبد القادر لعبها لشريف. شريف لطش على طول في الزاويه الضيقه بالشمال بس سعيد الحارس طلعها مضيقه. شريف بن سعيد طلعها كويس قوي مضيقه. يمكن دي كمان احلى تصرف شريف عمله النهارده في طوال قبل ما يتغير يعني. فهو نتيجه هايله ولكن الاداء يمكن زي ما قلنا فيه تباين وده اعتقد بالماتشات وتكرار الماتشات الاداء هيثبت واللعيبه تأدي بشكل افضل وابتدوا يخشوا في حاله كويسه. الكره دي كان برضو سافيو ده. لا ايوه بالظبط وكان دي رايح على الجول يا كابتن. دي أيوة كابتن علاء دي محمد شريف